هلا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رايحين لل مثل ما قلت لكم الباركينات هنا كلش 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 كبيرة، فحتى لما تختارون البارك اللي تفوتون بيه اول شيء تحددون البارك، طبعا تاخذون رقمه لانه 100% راح تضيعون السيارة. وبعدين الشارع هو كله مرقم هنا، احنا هاي سيارتنا اوكي، طبعا اخذ له صورة اوكي حتى ما انسى. وبعدين تروحون على المدخل، هذا هو مدخل القرية العالمية، شوفوا البداعة، شوفوا الجمال طبعا، ومن الداخل بعد اكثر. يلا خلينا نفوت سوا. بين ما نوصل البوابة ونقص تذاكر، طبعا التذكرة ب 15 درهم يعني تقريبا 3 دولارات بس بالدخولية. راح اعطيكم فد فكرة شوية عامة عنها، يعني اذا تشوفون هناك معرض اليمن وايران وكذا. داخل القرية كل جناح خاص بدولة معينة، يعني مثلا اليمن كل شيء تراثي يخص اليمن موجود داخل هذا الجناح، إيران كل شيء يخص تراثي، أكل، ملابس، أشياء تراثية تخص إيران موجودة بجناحهم، مصر، سوريا، فشي كلش بداعة عدل الأشياء الأكتيفيتيز اللي سووها، الفعاليات داخل القرية. وطبعا الاهم والاهم والاهم هو الاكل. وطبعا واحد من الشروط اللي لازم لما تجون القريه، الشرط الاول انه تكونون ما متريقين، والشرط الثاني تكونون ما متغدين، والشرط الثالث تكونون ما متعشين، لانه راح تمشون وتاكلون، تمشون وتاكلون. طبعا هذه المداخل كانت ماكو قبل، بس هسه لانه على مود كورونا فحاطين هذه الكاميرات الحراريه حتى يفحصونه. راح نفوت منها ونطلع، طبعا ما لا فحص ولا كل شيء، هي الكاميرات اللي تاخذنا. هاي هوايو، هذا المدخل الرئيسي، ومن هناك نقص تذاكر، راح نقص تذاكر ونرجع لك. طبعا هذه عندها طفل وعربانه، فمداخلهم تختلف. هذا المدخل الرئيسي هنا مسوين، طبعا احنا بعدنا هذا بالبداية، من كل شيء مصغر، برج خليفة، تمثال الحرية، سعد بن قيس،
كل شيء طبعا الأهرامات. اليوم شوية ماكو زحمة لأنه احنا جايين يوم خميس واليوم دوام بعده. هذه بالأيام مثلا العطل وكذا ما تلقوا المكان، يعني حتى الباركينج. ليش قلت لكم الباركينج انه تاخذون رقمه وكذا؟ لانه راح تتيهون السياره وتضيعون الدنيا كلها. طبعا راح نفتر شويه شويه، بس اهم شيء اول شيء ايش راح نسوي؟ راح نروح على مكان الاكل. طبعا اوريدي هذه مال افريقيا ما ادري شنو. هذا تاج محل، كل شيء مصغر. طبعا هذا البازار العراقي. هالسنه كل سنه عندهم جناح كان، بس هالسنه ما عندهم جناح، بس مسوين بازار في البدايه. يعني كل سنه الجناح العراقي كلش حلو وداع يكون. هذا تاج محل. طبعا هنا راح تبدي المعارض، الاجنحه مثل ما قلت لكم. هذا جناح تركيا، ورا جناح باكستان، وتبقون تفترون. وبعدين طبعا الساعه 8:30 تكون حفله، يجي مطرب. نروح من هنا على الاكل اول مره، وبعدين اشوفكم الاجنحه. طبعا هي الاجنحه كلش هوايه، ما راح اقدر اشوفكم اياها كلها، بس ان شاء الله اللي يجي دبي لازم يجي هنا ويفترهن جناح جناح. وطبعا تقدرون تشترون يعني. هذا الكويت، البحرين، وراها اليمن. طبعا اليمن نشتري العسل من عندهم كل سنه. هي هنا ماكو اي طريقه وسيله نقل، بس هذني التروليز التاكسي، هذا الوحيد بس، كلها تمشوها بالرجل. اي شيء ثاني ماكو سيارات تفوت. طبعا خل اشوفكم هذا الزورق يفوركم هنا بهاي البحيره الصغيره. هاي بدينا بدت رحمه الله. لهذا السبب قلت لكم انه لا غدا ولا عشاء ولا ريوق. درت تركيش كافي، هاي تبدون هذول الاكشاك. بعدين هسه نبدي مناك من المطاعم. طبعا جناح مصر من الاجنحه الرائعه كل سنه اللي يسووها. طبعا هم والهند بالدرجه الاولى. خل اشوفكم الهند. هذا الهند وهذا مصر، بس بعدنا شوي خلينا نوصل اليمة وصور الكويت. طبعا هاي هنا نافوره مصغره لنافوره دبي الراقصه. ما مشغليها، ما ادري شو كنت تشتغل. هذا المسرح، هذا اللي يجي عليه الفنانين. طبعا شوية بعيد علينا، فراح اروح نتمشى له. هو بعد يعني يبدي ب8:30 المطرب يجي اليوم، ما ادري يا مطرب اللي يجي عليه. وليد الشامي ومحمد السالم وكل المطربين يجوا يغنوا هنا. طبعا لما يكون مطرب مشهور ما تلقوا المكان واحد يمشي، يعني ما عندكم مكان يمشون. طبعا اجواء بديعة هذا السعودية. مع الاسف هالسنة ماكو العراق. طبعا ايران من البافليونات الروعه اللي دائما كل سنه يسووها من برا، كلش حلو. شوفوا التماثيل، شوفوا الابداع. بس شوفوا لي مصر، يعني هالسنه روعه. حتى المدخل عليه كله حاطين التماثيل الفرعونيه وكذا. كنافة نابلسية السعودية. طبعا لا معرض افريقيا، هذه قصة ثانية. المعرض الافريقي هذا قصة ثانية. هسه لما ندخل هذا لازم ندخله حتى اشوفكم بالاشياء اللي بيه. هذا يعني هذا التحفة، تحفة القرية العالمية. بس شوفوا المنظر انتم. والاشياء البيه جوا يعني مستحيل انه تلقون من عندها بالسوق، مستحيل تلقون عندها مكان ثاني.
الا هنا أنا. هذا ايش يبيع؟ ها هذا يبيع ورد. باع الاشياء الحلوه، باع اللوحات. انا هذا يسوي طواقه مع الورد. كم ريحة الفول والياسمين؟ 25. هسه راح نفوت للأفريقي. خلو نفوت للأفريقي وأشوفكم الأشياء البي، لأنه الأفريقي يعني ما تحمل إنه ما أشوف لكم وياه، يعني الهندي صار وراي. بس إن شاء الله أنتم تجون وتشوفون كل شيء، لأنه إذا أفوت كل جناح ما راح يخلص طبعا. بس الافريقي هذا تشوفوا الالوان، شوفوا الاشياء طبعا. وكل جناح ايش عندهم؟ عندهم مسرح خاص بيهم صغير يسوون الرقصات الشعبيه مالتهم وكذا. هسه بلكت ان شاء الله يبدون، لان احنا شويه جايين من وقت، جايين من وقت، فبعدهم ما بادين كل شيء. شوفوا الاشياء. طبعا هذا كله خشب، هذه أدوات مطبخ كاملة كلها من الخشب. شوفوا الأشياء، طبعاً هذين يعني كلهم مشترية من عندهم، والتحفيات وهاي الأقنعة الأفريقية اللي بالحائط. يعني تخيرون شو تشوفون. شوفوا السلال، هذين كله شغل إيد. هاي قسم من الأشياء الأفريقية اللي أريد أشوف لكم إياها. طبعا هذا كله جلد طبيعي، هذا جلد الحية، هذا جلد التمساح. طبعا انا كلهن مشتريه من عندهن، هذني كلهن عندي من عندهن. بعض الشحاطات والاحذيه هذا كله جلد حية، فشي روعه. الجلد هذني كلهن مشتريه هنا، طبعا بس غالي. طبعا اكو جلد النعامه اللي هذا هو، هذا طبعا اغلى من جلد الحية ومن جلد التمساح يكون. والجنب طبعا روعة شغل روعة. بس رحت اشوفكم اياه. هذا الشارع، هذا الشارع كله مطاعم بس اكشاك، يعني ماكو قاعدة. بس خلي اشوفكم، فلافل، برجر، ورق عنب، ورق عنب وفتة. شوفوا الاشياء، فتفيكات تغيرون شو تسوون. طبعا بالمناسبة ماكو اي طباخ او اي شيء نار، كله بالكهرباء، كله بالكهرباء، لانه دبي عندهم السيفتي 100%. اذا 99% راح يرفضوه، مستحيل. فتشوفون هنا ماكو اي نار، اي نار ماكو، كل الطبخ هو على الطبخ الكهربائي. الله الكشري، طبعا اللي وما في الكشري حياته خساره. اطيب شيء كشري بالعالم، وام علي هذا اكل مصري. الكشري على اصوله، طبعا هذا بطل محمص. طبعا هسه افوتكم في المحار، المحار التايلندي. طبعا المحار ما ماكله طيب، انا احب المحار. هذا الاختراع الاماراتي لازم 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 الواحد يجي يجربه، اللي هو اسمه الجيمات. هذا فد شيء اساسي بالدنيا. خل اصور لكم اياه بعد ايش اسوي. هو طبعا مثل الداطلي، بس شيء يحطون عليه، يا اما يحطون عليه دبس او عسل. زين، هذا للجيمات فد شيء خطير. طبعا يعني هذا فد شيء اجباري، انا اجي للقريه بس على مود اكله. طبعا يعني من اهم المواقع اللي انا اجي على مودها هو هذا الفلوتينج ماركت. هذا ما كلها مطاعم عائمه طبعا، بس كل اكل صيني وتايلندي. طبعا راح انزل واشوفكم الاكل الصيني والتايلندي. طبعا ما لكم علاقه بالحكي اللي ياكلون صراصر وما ادري شنو هاي وتماسيح واشكال والوان. طبعا من اطيب الاكلات اللي واحد ياكلها بالعالم حياته هو التشاينيز فود والتاي. بس خليني اشوفكم. طبعا هذه كلها
أبلام عايمة بالماء. هذا طبعا تايلندي، أكل تايلندي. شوفوا هذه الشعرية والشوربة هذه اللي سووهن بالروبيان، ما أحكي لكم الطعم، ما أحكي لكم الطعم. Yes, okay. شوفوا. كلها واقفين يطبخون هنا قدامكم، طبعا كلها فريش. هذا ما ادري شنو بصراحة، فشي غريب ما ادري شنو، بس شكله طيب. طبعا هنا قدام السوق العائم حاطين هنا الناس تقعد وكذا، عشان قبل حشيشة سنبدليها. هذه مشاوي، اريد اشوفكم هاي. هذه عرفتوها شنو؟ هذه مصارين الدجاج. ليش واحد ياكل مصارين الدجاج ما ادري. بعلك البحري طبعا. وهذا كله هنا كل اكل صيني تايلندي فلبيني. بس ما احكي لكم الريحه بعد، خلاص راح اكل يعني، ما راح جعت مثل من الجوع. ما احكي لكم الطعم، الطعم الطعم الرهيب يخبل. شوفتكم الاكشاك والاكشاك والهذن المطاعم العائمه. طبعا هذا هنا مطاعم واحد يقدر يقعد بيهن. هذا البيت البوسني، البيت البوسني هذا احنا كل سنه نجي ناكل بيه. طبعا هالسنه لانه على مود كورونا وشويه ماكو ناس، باع الخروف المشوي، خروف المشوي والدجاج المشوي. وعلى المكان ايش قد حلو يخبل. هذا طبعا الاكل مالتهم رهيب 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 رهيب، ما احكي لكم. هذا الدجاج المشوي هنا يعني ما ادري، فالطعم كلش غريب. طبعا هذا البيت هذا مشوي، ما ادري مشوي على الحراره، هذاك مشوي على الفحم، هم البيت البوسني طبعا. والايراني والافغاني والعربي كل هذني مطاعم ممكن واحد يقعد بيهن. اوكي تقعد يعني طاولات وكراسي وكذا. هذا نيجي لا، هذا نيجي انت ماشيين تاكلون بيهن. فهسه احنا صارنا ساعه نفترض نقرر انه ايش ناكل. مره نقول ناكل اكل تايلندي، مره نقول ناكل اكل بوسني، بس احنا كل سنه نجي ناكل اكل البوسني. طيب كلش طيب. طبعا هاي مدينه الالعاب هنا. هاي فاتتكم هاي اللقطه اللي نزلت من هنا. طبعا احنا مره صعدنا بهذه، هاي هذا العمود، هاي مراجيح، من هاي المراجيح تفتر. ما ادري ايش جانا وصعدنا هاي الصعده، خبرنا ما ادري ايش صار بينا. ماكو هذا صعدنا وتورطنا، بعد ما نقدر كل شيء نسوي وسكتوا خلوها. ملاعب كلش حلوه. طبعا هذه العمود اللي فيها، هذه ما ادري مين راح افوت لها من ورا هذه الخيمه. من هذه الطوبه الدفتر، انا عندي اخويا من هذا اللي كل شيء ما يخاف، اللي كل شيء ما يخاف، كل شيء ما يخاف. وقف قبالها راد يصعد بيها، ما صعد بحيث هالقد ما تخوف. شوفوا هاي المراجيح صعدنا بيها وتورطنا. طبعا هسه تصعد 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 للقمه اللي فوق وتنفتح المراجيح، وتعالوا شوفوا الورطه الزينه هاي. هاي قلت لكم عليها بعض 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 بعض. هاي الطوبه يشمرها، شوفوا شوفوا مستحيل يعني. وهذا هذه الطوبه من جوا هي اصلا دا تفتر. هذه موت احمر بس دلاب الهواء طبعا عليه فد لوحات كلها روعه تطلع، بس ما ادري ليش مطفيين. شوف اللي وين فايده، شوف اللي وين فايده مع المسافه. هذه اللي تورطنا بها احنا. عزيز ماما انا رت اموت رت اموت، قمت اعيط. بس من يسمعني وش ماله هيك مايلين، ماكو قاعدين بالكرسي ومايلين، المرجوحه هيك صارت عدله. شوف العلو. بس يعني اللي ما يخاف تكون تجربة حلوة كلش.
انا باص لندن. عندك هورين. طبعا انا لا امشي وين داخلكم للمعرض الافغاني. هنا كل شيء فرو طبيعي وجلد طبيعي تلقوه هنا، اشياء رهيبه 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 تخبل. طبعا كله طبيعي، طبعا انا كله مشتري من عنده بموديلات واشياء رهيبه. طبعا الافغاني والباكستاني نفس الشيء، بس انا احب الافغاني اكثر، شغلهم ارتب واحلى. وطبعا يعني بلاش، يعني الاسعار كلش رخيصه، يعني ما تتعدى هذا القبوط الفرو، ما يتعدى، كله ثعلب. انا مره اشتريت ثعلب ب 100 درهم، يعني تقريبا شيء 70 دولار او هيك شيء، اقل شنو، يمكن 20 دولار 30 دولار تقريبا ثعلب كامل. هسه دا اشوفكم، شوفوا هذا كله فرو. طبعا يعني تحكي وياه هسه راح يقول لك هذا الفرو ثعلب، فرو ارنب، طبعا ممنوع فرو الدب. شوف الثعالب، هذه ثعلب كامل. هذا جيب لي هذا الثعلب خليني اشوفه، اعطيني هذا الثعلب. هذا بس هذا شوفوا هذا الثعلب كامل، ثعلب كامل. هذا اللي نحط على كتفك بعدين يجي فلوس. يجي فلوس هذا من هذا اللي، طبعا هذا عندي من عنده اثنين، اني ماخذ هذا اللون الرمادي واللون البيجي هذا ويا البدلات والسهرات تخبل. انا حبيبك دا اشوفه. طبعا شلبوا بينا تعالوا لا تفوتون، يقول لي سيم عراقي بروبلم افغانستان. شوفوا هذا الثعلب كله، طبعا هو بعدين يعطيني اياه هسه، هذا كله يقول لي ب 300 درهم، ترى اقل من 100 دولار تقريبا. شوف هذا المينك، هذا شو المينك؟ هذا نمس، نمس مثل الثعلب. لا صغير، النمس الصغير مثعلب. وين ثعلب؟ هذا ثعلب شوفوا الجمال. بعد ثقل، شوف الجمال. هذا كم؟ هذا رخيص. ليش رخيص؟ هذا ما حلو. زين انا اقول حلو. هذا حلو بدون شعر. والله عمي هذا حلو، صدق حلو. هذا كم؟ هذا 1500. هاي شنو؟ فوكس هذا. اي ولد ثعلب يريد رخيص في موجود. بس حتى اشوفكم هذا المكان، هذا لدورات المياه. طبعا ديزاين، طبعا المنظر اللي خطوه دورة مياه النساء. وهذيك بس دورة مياه تواليت للأطفال وللرجال. طبعا المنظر اللي خطوه بحيث يعني دورة مياه وحاطين قدامها مطاعم. شوف النظافة، يعني شوف الترتيب. طبعا هذا شاي كرك بالفخارة. تعرفون شنو يعني شاي كرك؟ شاي كرك يعني حليب وشاي، يسموه شاي كرك اللي هو هذا. طب خلوه هاي الفخارة. هذا شو هذا؟ حليب بالزعفران. هذا شنو؟ هذا تشاينيز، هم تشاينيز.